ضمن مشاريع لجنة استقرار درنا والتي نفذت من خلال مجموعة من الشركات الوطنية، شهدت المدينة تدشين وافتتاح 3 مقرات بعد انتهاء من إنشائها وصيانتها، وذلك بحضور عميد بلدية درنا عبد المنعم العيثي عضو لجنة الاستقرار رفقة آمر الغرفة الأمنية العميد مفتاح الورفلي وعدد من المهندسين المشرفين على المشاريع، حيث تم افتتاح أحد المقرات الإدارية داخل الغرفة الأمنية درنا. تم اليوم افتتاح مقر إداري الغرفة الأمنية درنا. تم تنفيذ المقر من قبل لجنة الاستقرار بالبلدية. كما تم أيضاً افتتاح مقر أمن السواحل بميناء درنا البحري، حيث لم يكن لديهم مقر في السابق، وبعد مطالبتهم عميد البلدية تم إنشاء هذا المقر الذي نفذ في فترة قصيرة. أنجز بالشكل المطلوب برغم متابعة مهندسين ورغم متابعتنا نحن له، تم إنجاز العمل. الحمد لله رب العالمين، تم إنجاز هذا المشروع في فترة 3 شهور، وهذا بفضل الله والحمد لله رب العالمين، ونقدم الشكر للجنة استقرار مدينة درنا. المشاريع الجديدة التي افتتحت في مدينة درنا شملت أيضا روضة آمنة بنت وهب، والتي تعتبر من أقدم رياض الأطفال في المدينة بعد استكمال صيانتها وتحوير المبنى وفقا للمواصفات العالمية التي يحتاجها قطاع رياض الأطفال. وفي ختام الاحتفالات قدمت شهادات ودروع الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تنفيذ وتدشين هذه المشاريع التي أشاد بها أهالي مدينة درنا.